الله يمسيكم بالخير يا أهل الخير. حصل من بعض الناس يشوف رؤى في بعض المشاهير وهي على قسمين، إن كان في تعلق وإعجاب وكثرة متابعة فقد تدل على حديث نفس، وإن لم يكن فيه هذا الشيء فقد تعبر برؤية، ومع السؤال لصاحب الرؤية يتبين الأمر. فعلى هالطاري في واحدة تقول أشوف أنه جايني مشهور رؤية وليس حديث نفس، تقول أشوف أنه جايني مشهور وأنا غير يعني معجبة فيه ولا متعلقة فيه ولا أتابع أصلا، بس أعرف أن هذا مشهور. تقول أشوف أنه جايني للبيت هذا المشهور وكأني أنتظر جيدة وكأني فرحة فيه وأحس بشعور الرضا والسعادة يوم جاء، وأبي أكرمها أبي أقدم لها بكذا. قلت ما شاء الله تبارك الله على هذه الرؤية الطيبة. قلت ما شاء الله لا قلت إلا بالله. أنت تنتظرين شيء من شهور أنه يجيك؟ قالت إيه نعم. قلت ما شاء الله. والدليل على ذلك مشهور احذف حرف شهور. وتقول هي كانها يعني أنتظر جيدة، وهذا في الواقع هي تنتظر شيء يجي ومن شهور، فمشهور يؤخذ منها كلمة شهور. فقالت صحيح انتظر. قلت إن شاء الله بإذن الله أنه بيجيك قريب وبتحمدين الله عليه. الرابط أنك بتحمدين الله عليه أول شيء الرضا النفسي الداخلي، ثاني شيء إن اسم المشهور اللي ذكرتيه اللي شفتيه في المنام إن اسمه أحمد. قالت يا رب، نقول يا رب كلنا.